السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية طيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد لإنتاج هائل. ثلاث نصائح من ذهب، خليك معي لنهاية الفيديو واسمع هالمعلومات المهمة. إذا عندي أنا زوج، تمام، إيمت أنا بدخل الذكر على الأنثى؟ وهذا التغريد هو بيأدي أو بيخليني أنا دخل الذكر على الأنثى. مثل ما كنتم شايفين، الأنثى قامت بعملية بناء العش وجاهزة لعملية التزاوج. طيب أنا كيف دخلت الذكر معها وإيمت دخلت الذكر معها؟ طبعا مثل ما كنتم شايفين بالقسم الثاني من غرفة إنتاجي، عندي زوج مثلا ريد أغات موزايك، وعندي الإيزابيل ما شاء الله تبارك الرحمن، صلوا على النبي الشباب. وعندي أيضا أنثى من نوع اللهم صل على سيدنا محمد. هاي الأنثى كانت نتيجة تزاوج الأغات موزايك مع اللاتين وعين حمراء. وعندي أيضا أنثى أوبال موزايك. طبعا هذا الذكر اللي شايفينه أنتوا أمامكم رح زوجوا لهاي الأنثى ولهاي الأنثى، يعني أنثتين عم جهزوا لذكر واحد، وهذه الأنثى وهاي الأنثى رح زوجوا لذكر واحد هو هذا. بالأيام القادمة رح فرجيكم كيف بتم عملية تزاوج بين أكثر من ذكر واحد مع أنثتين بطريقة صحيحة وطريقة علمية إن شاء الله. طيب هلا موضوع حلقتنا لزيادة الإنتاج، ولحتى أضمن إنه البيض يكون مخصب كلياته، شو بسوينا؟ مثل ما كنتم شايفين بالقسم الأول، شفتوا الذكر مع الأنثى والأنثى باني العش. أول شغلة بسويها بضع الأعشاش للإناث بدون اللبادات، يعني مثل ما كنتم شايفين ماني حاطط له لبادة، وهون ماني حاطط لبادة، بضع خيوط فقط. والذكر عندي هون مفصول عن الإناث بحيث ما شافوه، لأنه الطائر هاد في موسم الراحة وموسم الغياب وقسم كبير من موسم التجهيز كان عم بشوف الأنثى. هلا صار عندي مرحلة اسمها التشويف، بوضع فاصل بحيث لا الأنثى ترى الذكر ولا الذكر يرى الأنثى، وبهالطريقة هاي بكون أنا عم بعمل عملية التشويق اللي بدها تساهم في عملية رفع الإنتاج عند الأنثى والجهوزية عند الأنثى. طبعا مثل بدي أقول لكم شغلة، إنه هذا الذكر حاصل على المركز الأول في تركيا للريد أغاد موزايك، هذا الذكر وهذه الأنثى. طيب أول شغلة بسويه برفع ساعات الإضاءة. السبب برفع ساعات الإضاءة تعمل عملية تجهيز سريع للطيور. ساعات الإضاءة هلا الساعة 8:30 مساء، ولحد الآن الإضاءة موجودة عندهم، بتضل الساعة 9 تقريبا حتى نهاية الإنتاج، إضاءة ساعتين. شغلة ثانية، الثانية هي الإضاءة. أيضا في عندي نوع فرجيتكم إياه من قبل للتصغير، ضوء صغير، هذا هو كما كنتم شايفين، وهذا هو باللون الأزرق. هذا بعد ما تطفى الإضاءة الكاملة اللي عاملة أنا وصلتها على معير، بيشتغل هذا الضوء الصغير اللي موجود بغرفة الإنتاج. ليش؟ أول شغلة، في تركيا حاليا في زلازل، مظبوط الحكي ولا لا؟ لحد الآن في حركات ارتدادية للزلازل في تركيا. هذا الأمر ممكن يخلي الأنثى تقوم من العش، وإذا كان عندي عتم بشكل كامل أو الغرفة معتمة بشكل كامل ما تعرف ترجع العش، فالنتيجة فقدان للفراغ، فقدان للبيض. ثاني أمر، صوت الرعد والبرق. هلا في كتير إشاعات ومعلومات مغلوطة أنه الرعد والبرق بموت الفراغ وبتنتبهوا، لا هالحكي هذا مو مظبوط. الرعد والبرق ما له علاقة بالموضوع موت الفراغ على الإطلاق، بينما عملية الرعد والبرق الأنثى لما بصير عملية الرعد والبرق رح تخاف وتقوم من العش، فإذا تحت بيض ما رح ترجع للصباح، وهيك بيكون مات الفرخ داخل البيضة. أو إذا تحت فراغ صغير وبرد ما عندي مركز تدفئة بغرفة الإنتاج، أيضا رح تموت نتيجة البرد. لهذا الأمر الضوء الصغير موجود بغرفة الإنتاج ضروري. هلأ بنهاية الفيديو رح فرجيكم كيف بصير الإضاءة بغرفة الإنتاج إن شاء الله. طيب شغلة تانية، ما بدخل الذكر على الأنثى لتبني الأنثى العش. متى من شفت الأنثى بنت العش بهذا الشكل اللي فرجيتكم إياه في بداية الفيديو، مثل ما كنتم شايفين الأنثى بنت العش، وقتها بدخل الذكر على الأنثى. هلا في ناس رح تسألني شو نوع هذا الطيور، هاي الطيور اسمها الجاسب، جاسب ولارجيت نفس الوقت، يعني مزوجين أنثى جابس لذكر لارجيت، وطلعت هاي النتيجة من الطيور، طبعا طويلة ورفيعة وبتحمل لون الجاسب. طيب نرجع لهذا الزوج، مثل ما حكينا نحن ما مدخل الانثى على او الذكر على الانثى لحتى تكون جاهزه 100%. طيب شلون بتعرف الجهوزيه؟ اول شغله الجهوزيه من خلال المزبل وليس من خلال التغريد عند الذكور، يعني اذا شفت لي ذكر عم بيغرد وهايش بالقفص معناتها صار جاهز للتزاوج لازم دخله، لا لازم افحص المزبل، شوف المزبل عند الطائر يجب ان يكون بزاويه قائمه مع البطن ومنتفخ،
وايضا عدم وجود للامراض في البطن. الانثى مو شرط انه تشيل الخيطان وتحطهم بالعشر انه يكون جاهزي، هذا الامر ما تنتبهوا له كذلك الامر. علامات جهوزية الانثى البطن، بنشوف البطن تبع الانثى لانه هناك اناث لا تقوم بعملية بناء العش على الاطلاق. هناك اناث لا تقوم بعملية بناء العش على الاطلاق، وهناك اناث هوايته بناء العش، وهناك ذكور هوايته بناء العش، فما ننتبه للموضوع. وهناك اناث لا تبني العش الا في وجود الذكر، يعني ما بتقوم بعملية بناء العش لحتى يكون الذكر موجود معها، تمام؟ يعني بيكون الذكر موجود معها بتبني العش، مثل ما كنتم شايفين عند هاي الانثى لا تبني العش الا بوجود الذكر معها بنفس القفص، تمام؟ فلهذا الامر اقوم بعمليه وضع الخيوط، اذا شفت قامت بسحب الخيوط بوقتها بتدخل بمسكها وبفحص البطن، بنفخ على البطن، اذا شفت البطن بحاله انتفاخ مع ارتخاء للمزبل اقوم بادخال الذكر على الانثى بهذا التوقيت، وبهالطريقه هاي الانثى راح تقوم بعمليه البيض. ليش نحن نشتغل هالشغله هاي؟ راح اقول لك ليش، خليك معي. طيب نرجع لهذا الزوج او لهذا الزوج، هاي الانثى هلا مو جاهزه مثل ما كنتم شايفين، نتفت اللباده وعندي هذا الذكر عم جهز لي اياه لدخله على هاي الانثى. اذا دخلت الذكر على هاي الانثى احتمال كبير من خلال جهوزيه هذا الذكر يقوم بعمليه مطاردته وضربه ومشاكل داخل القفص، هاي اول شغله. ثاني شغله والاهم انه هذا الذكر ممكن ياخذ منه تكبيس لهاي الانثى مره وتنتين وثلاثه واربعه وممكن 10 مرات يقوم بعمليه تزوج مع هاي الانثى، ولكن هذا التزاوج كلياته راح يكون على الفاضي، يعني البيض راح يكون او التكبيس راح يكون كلياته عباره عن كب زيف وراح تبيض اذا باضت بتبيض بشكل متاخر. فهذا التاخير بعمليه وضع البيض راح يسبب للانثى او راح يسبب للذكر ارهاق وللانثى ارهاق. لهذا الامر لا اقوم بادخال الذكر على الانثى لتكون بنت العش، هاي والشغله. ثاني شغله اذا الانثى ما لفت العش ودخلت الذكر عليها وحصل على اكثر من فرصه تزاوج وما كنت عاطيه القدر الكافي من الفيتامينات اللي بتساهم معاه بعمليه التزاوج، راح بمرحله عمليه وضع البيض راح يكون الذكر مقصر، يعني ما عنده الكم الهائل من الحيوانات المنويه لازم يكون تخصيب للانثى بوقت وضع البيض. لهذا الامر بنتبع على بطن الانثى اذا كان جاهز للتزاوج، بنت العش، الذكر مغرد ويتراقص على العيدان، بنفخ على البطن المزبل تبعه جاهز للتزاوج، اقوم بسحبه وادخاله على الانثى بالوقت المناسب. بهاي الطريقه بكون انا حصلت على فراخ او تخصيب للبيض بشكل كامل وبدون انه والله يخصب لي بيضه او بيضتين والباقي لا، وهاي كثير شفناها كثير شفناها. بدكم تنتبهوا لهالموضوع هذا. روافع الخصوبة عند الذكر حكينا عنها بحلقة كاملة وقلت لكم شو بتعطوه، وروافع الأنثى حكينا عنها بحلقة كاملة وقلنا لكم شو بتعطوه، وهلق عم بعطيهم مثل ما كنتم شايفين بالصوت والصورة أمامكم. الباتيه حكيت لكم عنه مثل ما كنتم شايفين، باتيه اللي حكيت عنه بالحلقات السابقة، ألا هو البيض المسلوق مبشور مع الجزر، دود قبابة مضاف إليه الزنجبيل، مضاف إليه الزنجبيل وأيضا مضاف إليه الجيسينج، مضاف إليه أيضا عدة مواد طبيعية أخرى، راح تشوفوا الحلقة بالقناة. اكتب فقط تجهيز إناث الكناري من أجل عملية التزاوج. خليكم مع فرجكم الإضاءة. طبعا ضوء بيكون بهذا الشكل خافت بدرجة كبيرة بحيث أنه الطير فقط يشوف أمامه أكل وشرب فقط لا غير، يعني ما في عندي ضوء بالغرفة على الإطلاق مثل ما كنتم شايفين، ولكن عدسة الكاميرا فرجيكم ضوء شيء بسيط، وايضا ضوء الخارج غرفة الانتاج ايضا عم فرجيكم هذا الضوء. بتمنى التوفيق للجميع، بتمنى يكون الكل وصل معي لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.